احنا نستثمر مع رواد الاعمال مرحلة الفكرة لبناء شركات ناشئة، فاحنا نوفر لهم كل الخدمات اللي يحتاجونها عشان يركزون على عملية البيع، زي التسويق، التقنية بالكامل، الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، الامور هذه كلها عشان يركزون على عملية التوسع والنمو. ليه مجتمع جدا رهيب من ريادة الاعمال، من جميع اعضاء المنظومة، انهم يجتمعون في مكان واحد ويشتغلون سوا. فجانا كثير من كل الكيانات اللي ممكن نبني معهم فرص جديدة في بناء شركات، زي رواد اعمال، زي صناديق استثمار، حاضنات ومسرعات وغيرها من الممكنين. لبناء اي شركه ناشئه الكور هو اصلا التقنيه. فهذا احنا شيء نعتز فيه ونركز عليه بشكل كبير، ان نشيل المتعب من رائد الاعمال ونركز على البزنس. كذلك ندعم في الجوانب هذه من دخول السوق.